مرحبا بكم في قناة الشمس لتربية الطيور. اليوم نتحدث عن عيوب التربية الجماعية لطيور الزبرة فينش. كما تعلمون إخواني الكرام، هناك طريقتين لتربية طيور الزبرة فينش: طريقة بالأقفاص وهي التربية الفردية، وطريقة بالسلاكات وهي التربية الجماعية. عيوب التربية الجماعية: أولا هي على عدم التحكم في الطفرات والألوان، كون كل ذكر يختار الأنثى التي يتزوج معها، والعكس صحيح، يعني كل أنثى تختار الذكر الذي تتزوج معه. هنا المربي لا يتحكم في الإنتاج أو في الطفرات أو في الألوان. أما العيب الثاني هو سرعة انتشار الأمراض، حيث يجب على المربي أن يقوم بعزل الطائر المريض فور اكتشافه لعدم نقل العدوى إلى بقية الطيور. أما العيب الثالث هو كثرة المشاجرات بين الذكور أو الإناث، في حالة إن كان عدد الذكور أكبر من عدد الإناث أو العكس صحيح، كما أن الطيور تتشاجر على أحسن الأعشاش. لهذا يجب أن ينتبه المربي لهذا الموضوع وأن يساوي بين عدد الذكور والإناث لتجنب هذا الشجار، كما عليه أن يضع عدد أعشاش أكثر من عدد الأزواج، يعني إذا كان لديه 20 زوج يضع 30 عش لتجنب المشاجرات بين الطيور. وفقكم الله.